التقدير والاحترام. اسمحوا لي ان انا اوجه لفخامة الرئيس عدلي منصور كل التحية وكل التقدير والاحترام. الرئيس عدلي منصور تولى رئاسة الجمهورية بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. له وتقديرا له واعتزازا بمكانته ومكانة القضاء. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، أنا بوجه لكم جميعا الاحترام والتقدير، وده نابع عن يعني مسيرة، أنا مش بعيد عنكم يعني، لأن يعني كان لي الشرف إن شقيقي يبقى ضمن أعضاء القضاء يعني. فاتعلمت منه وفهمت منه الدور والمكانة وكمان المسار اللي بتتطلبه العدالة في مصر. ده من بدري قوي، ده من 40 سنة ولا أكتر. وبالتالي كان يعني لما توليت المسؤولية كان ده امتداد لفهم واعتقاد أنا عشت عليه. احترام القضاء واحترام استقلاله وعدم التدخل في شؤونه، ده كلام مش بنقوله من في إطار السياسة، لا. بالمناسبة أنا قلت كذا مرة، وكل ما بلتقي مع الأعضاء وبلتقي بهم فقط في المناسبات الرسمية، يعني في حلف يمين أو في المجلس أو في هذا الإطار، لكن غير كده ويشهد الله على ذلك، يعني عدم التدخل ده قاعدة ذهبية لا نستطيع أن احنا نحيد عنها. أنا هحترم صحيح، لن أتدخل أبدا، وأنتم تتحملوا المسؤولية. كل عام وانتم طيبين، ودايما القضاء في مصر شامخ بيكم، مرتفع رايته بيكم، قادر بيكم على تحقيق العدالة والعدالة الناجزة بين الناس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله. الرئيس السيسي يشهد احتفالية يوم القضاء المصري 2 أكتوبر 2021. شكرا.